بقول من فضلك القاضي ده مع احترامي الشديد ليه، لو وجهة نظر مسبقة في خصومة بيني، في مودة بين خصمي، ده قانوني بيقول كده، فمن حقي أرده. بس ما ينفعش أروح لرئيس محكمة سواء الاستئناف أو محكمة بتاعي أقول له لا هات القاضي فلاني، ما ينفعش. ليه؟ لا ده بفجر مني، لكن أنا لما أقول له من فضلك القانون بيديني إن أنا أعترض على القاضي اللي قاعد على المنصة لأسباب واحد اتنين تلاتة، فيبقى في طلب رد بيتعمل، تمام؟ انا من حقي ان انا اقول الحكم الفلاني انا معترض عليه لاسباب محدده، لكن نعم مش من حق الاستاذ فرج عامر يقول ابراهيم نور الدين ويكلم احمد مجاهد ويقول له طب لو كان ما فيش اجانب هتقولي البنا، يقول له ده في افريقيا طب نجيب فاروق، لا فاروق مش هتحكم ماتش الزمالك. كل ما ذكر كل بص ابراهيم نور الدين احترم نفسه واعتذر، تمام؟ كل ما ذكر اسمه في هذه الازمه الحكام المصريين يبتعدوا، اللي ذكر اسمائهم البنا يعني انت وابراهيم نور ما الدين عندكش اعتراض على فاروق كفاروق، لكن انت شايف ان اسمه ذكر ذكر خلاص، فبالتالي خلاص عندك برافو عليك. حساسية. زي ما ابراهيم نور الدين اعتذر بادب واحترام لان اسمه ذكر، والبنا اعتقد مسافر لانه ردوا عليه في قالوا له الجزائر مسافر جهاد جريشة والبنا مسافرين بالظبط كده، نعم اعتقد لو عندهم حاجه في افريقيا، نعم تمام؟ فانا بقول كلام واضح مع احترام الفاروق سواء ملك او ممثل فاروق او لاعب كوره فاروق جعفر او حكم اسمه فاروق، من فضلك ابعد عن نادي الزمالك لان اسمك ذكر. وانا النهارده عملت بيان قلت انا ما عنديش مشكله يجي حاجه من اجنبي، انت ايه قلت المشكله؟ انت قلت ميمي عبد الرازق يا حاج، يلبس قلت يلبس برنيطه وسميه مستر ميمي عبد الرازق، ما عنديش مشكله يا جماعه، ده ماتش وهيعدي. نعم حق مشروع لسموحه ان هو يكافح ويناضل كويس وصل للنهائي بحكام مصريين، تمام، وحقه انه يشيل الكاس ويبقى اول كاس في تاريخه، كلام كويس، وحق مشروع للزمالك ان هو ياخد الكاس 27 تمام في تاريخه، نعم، وحق مرتضى منصور يبقى الكاس الخامس من ساعه ما جيت، نعم، تمام. كل دي حقوق مشروعه، انما لما يتقال الاتي ركز بقى معايا والنبي سيبك اتفضل معاك، والكلام ده اتكرر في اماكن كتيره من استاذ فرج عامر، نعم، اتحاد الكوره فاسد وهفضحه ده قدامي، انا بقرا لك اللي قدامي، وابراهيم النور كذاب، خلي بالك، خد بقى خلاص انا مش حاجه يا عم، هم يردوا هيردوا اتحاد الكوره يرد فاسد مش فاسد مش قضيتي، تمام. لكن الجواب باين من عنوانه، اتحاد الكوره يريد اهداء اللقب للزمالك لاسباب تسويقيه متعلقه باقامه السوبر المصري للاهلي والزمالك في الامارات لوجود القطبين في السوبر يضمن تحقيق ارباح هائله لاتحاد الكوره، لا كان ده غير مقبول وغير مسموح به وما ينفعش به راجل رئيس لجنه الشباب والرياضه. انا واضح، انت عندك مشكله مع اتحاد الكوره، غلط خد منك الفلوس قال لك هجيب اجنبي ما جابش، انا من اول دقيقه موقفي واضح، تجيب اجنبي موافق تجيب مصري موافق، هو في اكتر من ماتش القمه اهلي وزمالك لما قالوا يجي الحنفي ما اعترضتش خلاص بيجي الحنفي، تمام. فحاجه من الاثنين، اللي كلام بتقوله ده كلام خطير لازم يتحقق فيه. وبعدين حضرتك كلمت وقلت طب هتقول البنا او فاروق، لا جابوا لك فاروق، لا شكرا، لا 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 الزمالك مش قطه كاوتش بتداس برجلين، ادي رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك مش كلمت محمد كامل يا استاذ فرج الشركه الراعيه وقلت له انا مستعد اكتب اقرار ان سموحه لو فاز بالكاس اتنازل عن السوبر؟ ده كلام في منتهى الخطوره يا جماعه، ده مش رياضه كده، احنا مش رياضه. وزي ما قلت النهارده انا عندي النهارده كارثه في المترو، المترو زيد التذكره تقل التذكره في وسائل لعلاج هذا الكلام، دي دوله ينزل الالترس يقطع المترو بتعليمات من الولاد اللي بره اللي بيشتمونا، الواد معتز وزي الولاد اسمه ده اللي اسمه ايا كان ايا كان مش اسمه ما بحبش يعني ما زوبعه والناس دي كلها، نعم. تمام يقطعوا ده، انا عندي مشكله النهارده، ده مسؤوليه وزير الشباب ولجنه الشباب رئاستك يا استاذ فرج عامر، دي قضيه مهمه، نعم. ان ازاي دولت نزلوا وبلدهم ما همتهمش وعايز يطلع 4 مليون مواطن فوق الارض، ما هو المترو ده بيشيل 4 مليون مواطن تحت، تمام؟ دول لو طلع كابتن فاروق فوق كارثه، تمام؟ انا حل المشكله بقى بالحوار، لا زياده، لا الناس مش قادره، لا ادعم التذكره دي من اي من اي مكان، كل ده وارد، انما انزل اقطع المترو من شباب التراس، لا دي مسؤوليه وزير الشباب ومسؤوليه رئيس لجنه الشباب والرياضه، انما حضرتك تقول وكلامه انا بقرا لك كلام قدامي هو قايله، نعم خد بالك، انا ما عنديش مشكله يجي حاكم اجنبي، ما عنديش مشكله يجي حاكم مصري، بس كل اسمه ذكر، على فكره احنا ما كناش عارفين اللي جاي، نعم، بس انا عامل البيان ده من الظهر، نعم، بعد ما خلصت مجلس النواب، كل من اسمه ذكر ابراهيم نور الدين وذكر البنا وذكر فاروق يبقى شكرا للثلاثه، اي حد غير الثلاثه حتى انت عامل لهم حرك كده، يعني افرض دلوقتي الزمالك ملوش ضربه جزاء، خلاص فعلا، وانا
انا شايف بقى من فوق ان الراجل ده ولا انا ليا ضرب الجزاء ومحمد فاروق ده ولا انا ما اعرفش اسمه محمد ولا محمود ما بنسى اسمه فاروق ده واخد بالك طنش. هقول لك لا ده هو اللي مختاره مش هيمشي يا جماعه الكلام ده. هاتوا بقى حد بيور مفيش كلام عليه خالص. طب هو السؤال يا ست المستشار وفاروق ذنبه ايه؟ يعني فاروق كحكم حكم كويس لان هو اختاره هو هو ما اختاروش هو ما رشحوش عشان لا هو قال اسمه والله ما قال والله ما قال لا هو قال اسمه ابراهيم نور الدين أنا البنا انا بحلف لك بالله انه ما قال يا ريت اسمع مني انا طب خد مني انا برضه انا شغلتي يا سامع فتاح من فضلك كل من ذكر اسمه سيبك من الاسماء خلاص مش عايز اقول اسماء خلاص خلينا نتكلم بصفه مجرده نعم تمام كل من ذكر اسمه انت فاكر انت بنفسك لما جهاد جريشه سلم عليا في المؤتمر الانتخابي في مدرامر انتقدت قريه الضنديت الدنيا اتقلبت انتقدت بعنف انا طبعا مش كده؟ طبعا وانا دلوقتي اي ماتش لجهاد جريشه ولا يا جماعه الراجل ده قريبه بلدياتي نعم ما تحطوش في موقف حرج انا بقول الثلاثه دول بقوا في موقف حرج نعم من فضلك يا كابتن عصام من فضلك لا تستفز جماهير الزمالك بقى محمد فاروق انت عايز الماتش يعدي ولا انت تطلع يطلع من مشكله نخش في مشكله لا انت عندك 50 حكم عندك مش عايز اقول اسماء يعني ما بعرفش لا احسن ما تقولش اسماء لانه لما تقول اسماء لان اي اسم اقوله هيبقى برضه هيبقى عليه علامه استفهام نعم خلاص انما الثلاثه اللي ذكر اسمهم من فضلك ما ينفعوش بادب شديد بقول لك اهو من فضلك ما تحطهمش في موقف حرج هتحطهم انت في موقف حرج كده واخد بالك لكن عايز تجيب اجنبي تقدر تجيب اجنبي الصبح انا ما عنديش مشكله قلت لك النهارده بالصبح قايل لك عايز هات اجنبي ما عنديش مشكله طيب خلينا اسالك السؤال الاصعب لو بكره حضرتك فريق الزمالك نازل الملعب ولقى محمد فاروق هو الحكم يبقى محمد فاروق ما عندوش دم على طول وانا مغمض كده ما عندوش دم وعايز اعمل مشكله يبقى نازل يعمل مشكله بال حضرتك بس محمد يا ريت انا بقول لك انت سالتني سؤال وانا بقولك بجاوبك عليه ما عندوش دم بس الماتش اتلعب ماشي مش يا ريت بقول منتهى الادب والاحترام طيب من فضلك ما تقوليش اسماء بس لا انت لا